ورحمة الله وبركاته. بنرحب بحضراتكم في الفيديو الرابع اللي بنتكلم فيه عن التوازن الحياتي. في الثلاث فيديوهات الاولانيين طبعا اتكلمنا عن الاربع جوانب في حياتنا اللي احنا بنعمل لهم توازن، العقل والقلب والروح والجسد، واتكلمنا عن بعض النصايح في كل جانب بحيث ان ممكن حضراتكم تطبقوها كنصايح استرشادية فتنفع. النهاردة هنتكلم في بعض الاسئلة اللي وردت وبعض النقاشات اللي كانت تمت مع بعض الاصدقاء، فحبيت ان انا اشاركها معاكم في الفيديو النهارده، واحتمالي برضو كمان يكون في فيديو كمان تكمله للنقاشات والاسئله. اول حاجه ممكن تيجي في دماغ حد مننا لما احنا شفنا الفيديوهات السابقه ان احنا نسال يعني النصايح اللي انت قلتها ديت احنا كلنا عارفينها، ويمكن حد مننا طبقها وجابت نتيجه او ما جابتش نتيجه، فيعني ايه الجديد؟ باختصار شديد جدا الجديد ان النصايح ديت قبل كده لما كانت بتتقال، يعني مثلا كان في ناس كتير تتكلم عن التوازن ما بين الحياه الشخصيه والعمل، خلي بالك من صحتك، القرايه، الجانب الروحاني، بس كان كل حد من بيتكلم في الجوانب دي بيتكلم فيها بشكل منفصل. تلاقي مثلا شيخ بيتكلم عن الجانب الروحاني، تلاقي حد تاني بيتكلم عن التنميه البشريه وخلي بالك من صحتك وجسمك ومش كل حاجه الشغل، ولكن بشكل منفرد او منفصل. لكن مش كتير ان احنا شفنا حد بيتكلم عن الجوانب ديت كلها والنصايح ديت في اطار التوازن الحياتي. هي ديت النقطه، ان هي اطار التوازن الحياتي ديت النقطه المهمه، ان انا لما هبتدي انفذ النصايح ديت هنفذها في الاطار ده. وده بياخدنا للسؤال التاني، هل انا لما اجي ابتدي اطبق وعايز اغير بقى حياتي هطبقها، هغير مره واحده واطبق مره واحده؟ السؤال هنا او الاجابه هنا لا طبعا، اكيد لا، لان النفس البشريه ما بتستحملش التغيير المفاجئ ولا التغيير الكبير، لكن التغيير التدريجي اللي شويه بشويه ده بيبقى مفيد اكتر. فتعالوا نضرب المثال اللي احنا كنا قلناه قبل كده، اللي هو الشخص اللي هو يعني عايش في اشباع الجانب الجسدي بشكل كبير جدا وفي اهمال في الجوانب الثلاثه التانيين، حتى لو هو يعني عامل اشباع جسدي بطريقه صحيحه زي ما قلنا قبل كده مش بطريقه غلط، ومهمل الثلاثه التانيين. طيب عايز يبدا ان هو يشوف بقى الجوانب الثانيه. انا بنصحه الشخص دوت ان انت لما تيجي تبدا ابدا بالجانب الثاني ايا كان، عقل قلب روح، اللي انت بتحبه اكتر. يعني ايه؟ انا راجل دلوقتي شايف شغلي كويس جدا، مهتم بصحتي قوي، بس عايش في الحته ديت. طيب وعايز ابدا اشوف الجوانب الثلاثه التانيين، وقررت ان انا اغير وابدا حاجه جديده. حاجه اشوف الجوانب الثلاثه الباقيين مين فيهم انا مهتم بيه اكتر. هنفترض ان انا مهتم بالجانب العقلي وبحب القرايه مثلا، فابدا بيها. ما اروحش ابدا بجانب انا مش ميال لي قوي، لان طبيعي ان كل انسان مننا يبقى عنده جوانب اعلى من جوانب تانيه، او هو مهتم بيها اكتر من جوانب تانيه، ده طبيعي جدا. عشان كده احنا قلنا توازن لا يعني تساوي، بس لازم يكون لك نصيب في كل جانب من الجوانب الثلاثه دول. اذا هم جاي بادئ بالجانب العقلي، اقرا شويه، او مثلا الشغل بتاعي او مجال العمل بتاعي طالب مني ان انا احضر كورسات او دورات تدريبيه، فده فرصه ان يبقى عندي دافع ان انا ابدا في الجانب العقلي. لما تقطع فيه شوط كويس وتبقى ستيبل فيه او ثابت فيه مع الجانب الجسدي اللي انت بتعمل له اشباع بطريقه صحيحه، ابدا في جانب تاني او تالت بقى. خد مثلا جانب القلب او جانب الروح، ابدا بحاجه فيها بسيطه وخليك مداوم عليها او مواظب عليها. وهو ده يعني عملا بالحديث النبوي الشريف اللي هو خير الاعمال ادومها وان قل، انك تبدا بحاجه بسيطه ولكن بتحافظ عليها وتبدا تكبرها شويه بشويه لحد ما يبقى ليك نشاط في كل جانب من الجوانب الاربعه، ولكن شويه بشويه. وهيساعدكم كتير قوي فيديو اسمه قانون الاضافه البسيطه، هحط لكم اللينك بتاعه في التعليقات تحت. الفيديو ده دقيقتين ونص تقريبا، بيحكي عن مدى الاثر اللي انت ممكن تعمله في حياتك الكبير قوي لو عملت اعمال
بتستهلك وقت بسيط يوميا ولكن بشكل مستمر. فشوف انت الاثر بتاع الاعمال ديت عليك على المدى الطويل. ده كده كان السؤال التاني او الديسكشن التاني. الحاجة التالتة، الكلام ده انت جبته منين؟ الكلام ده مش كلامي، ده اللي من حضراتكم بيحب يقرأ لستيفن كوفي، هيلاقي العادة التامنة بيتكلم فيها عن موضوع التوازن الحياتي. كمان عنده كتاب تاني اسمه First Things First، او الاشياء الاولى اولا. هتلاقي بيربط التوازن الحياتي بموضوع تنظيم الوقت، لان ببساطة شديدة لو حضرتك موزع الانشطة بتاعتك على الاربع جوانب دولت في حياتك، انت هيبقى ليك اولويات مهتم بيها، وبناء عليها هيبقى عندك تايم مانجمنت او تنظيم وقت بشكل او باخر. هتلاقي حياتك دايما فيها توازن ما بين الاربع جوانب بشكل كبير جدا. دي كده لحد النهاردة ثلاث أسئلة، وهنأجل سؤالين إن شاء الله للفيديو القادم بإذن الله تعالى. شكرا ونشوفكم في الفيديو الجاي.